الأستاذ نجم تحضرني طريفة بهذا المجال، اي أنه بزمن حكومة الكاظمي، كان قبل الكاظمي يعني كانت إحصائية لطيفة، أنه قبل حكومة الكاظمي كان كيلو الشكر ب22 صار ب62، كيلو الطحين ب15 صار ب60، كيلو الرز مثلا ب15 ونص صار ب50. فبهاي الحالة طبعا حكومة عادل عبد المهدي اللي سبقته مو أقل ضرر على العراقيين، لكن كانت مثل ما تقول أشوى من حكومة الكاظمي، وحكومة العبادي أشوى مثل ما نقول باللهجة المحلية من حكومة عبد المهدي وهكذا. فحصلت نكتة في وقتها، أنه في فيلم الرسالة يوم كان شو يسموه هذا المؤذن الرسمي بلال، وعلى صدر بلال الحبشي وعلى صدر الصخره وصيح احد احد حتى تروح الصخره. هسه العراقي بات مو مثل بلال يتمنى تروح الصخره، لا يقول لهم خلوها لانه القادم قد يكون اثقل من صخرته. هذا جانب. حكومات في الحكومات اللي في 2003 المواطن ينتظر تروح صخره هذا حتى تجي اخاف، لا بعد ما اقتنع انه صارت عندنا قناعة أنه الصخرة الجاية أثقل، يعني بدأ يقول أنه يا جماعة خلوها على هذه الصخرة. يعني هذا جانب. الجانب الآخر، نعم نعم كمل. الجانب الآخر، الجانب الآخر هو موضوع مكافحة الفساد. ثلاثة فقط، ثلاث شغلات يعني تقدر تخليهم بثلاث منافذ. الوقاية يعني منع الفساد. منع الفساد شنو؟ وقلتها أنا تكرارا بحكومة السيد السوداني، قلت له يا أستاذ العزيز أنت تريد تمنع الفساد، أولا أركل المحاصصة، ثانيا امنع تدخل هيمنة الأطراف السياسية والحزبية على الجهاز الحكومي وعلى القرار السياسي، لا تخلي قرارك خاضع للأطراف السياسية والحكومية. ثالثا أنت لا تمارس فساد. شنو يعني لا تمارس فساد؟ طبعا هاي الكلمة موجعة إذا واحد يقولها على رئيس الحكومة، مو معناها ياخذ كوموشنات او يختلس، لا، لا تتخذ قرارات تشجع على الفساد، لا تمنع اطراف مثل ما منعها الكاظمي، منع ديوان الرقابه الماليه بالتدخل بخصوص الاغلام وغير اغلام، ولا تشجع الفساد. وشلون تشجع الفساد؟ اكو قرار محكمه اتحاديه صادر من 2019 قبل 3 سنوات يقول كل واحد شاغل لوظيفة بدرجة خاصة اجى عن طريق المحاصصة مخالف للدستور والقانون. فأنت إذا تريد تنفذ شعاراتك أنت ابدأ من نفسك، لا تتخذ قرارات بها شبهة فساد، مثل ما اتخذ سلفك قرار بتوزيع أراضي مميزة على الوزراء وغيرهم خلافا للدستور والقانون. لا تمنع مكافحة الفساد، لا تشجع فساد وهكذا.